إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة الكرام مع كتاب موسوعة تفسير الرؤى والأحلام في ضوء الكتاب والسنة، أصول وقواعد وفتاوى وآداب. حديثي إليكم أيها الأحبة الكرام في تعبير رؤية الرقم 9 في المنام، ماذا يعني وماذا يدل عليه؟ ربما يدل هذا الرقم في المنام إذا رآه الإنسان، قد يدل على الذل عياذا بالله من ذلك، وقد يدل أيضا على الحذر من أهل الفساد، والحذر من أهل العناد، والحذر ممن يتآمرون على بذل الشر، والمؤامرة على أفعال شيطانية، ويعني فيهم ما فيهم من ناحية الحقد والحسد والكراهية للخير وأهله. لهذا نقول الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن رقم 9 في المنام إذا رآه الإنسان يحذر من بعض الناس ممن اتصف بهذه الصفات الذميمة كالفساد والعناد والسعي في نشر الشر بين الناس عياذا بالله من هؤلاء. وربما يدل أيضا على قرب الولادة للمرأة المتزوجة الحامل، وقد يدل أيضا على ظهور الدلائل الطيبة والمبشرة بالنصر والتوفيق والفرج للإنسان. قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وربما يدل هذا الرقم أيضا في المنام على الزوجة الفقيهة الصالحة القانتة التائبة العابدة، ويدل أيضا على الزوج الصالح التقي النقي صاحب العبادة والطاعة، ويدل أيضا على العلم لأهل صاحب هذا الأمر من ناحية الرؤية المباركة الطيبة لهذا الرقم. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها، إلى أن قالت: فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن نقول خلاصة الأمر، رؤية الرقم 9 ينقسم قسمين: أحيانا يحذر من أهل الفساد والعناد والشر، وأحيانا يبشر المرأة الحامل أو المتزوجة بذرية، ويبشر أيضا ببشائر النصر
التوفيق، ويبشر أيضا بالزوجة أو الزوج الصالحين المتقين المنيبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالرؤى الطيبة المباركة التي تحقق لنا بعض العلامات فيستبشر بها الإنسان، لقوله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. كل أو أغلب المفسرين قديما حديثا قالوا هي الرؤية الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة. هذا والعلم عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.